أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو إليه المصير. لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل. لا فأخذتهم. فكيف كان عقاب؟ لا صح، برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليطهدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون له بالليل والنهار يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين رحمة وعلما فاغفر للذين واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أحسن الأول. واتبعوا سبيلك لك سبيلك. أحسن الأول وحده. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم إنك أنت وذرياتهم. عيدة. ربنا وأدخلهم لا استعجل. جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. وقيم السيئات ومن تق السيئات فقد رحمته. يومئذ فقد رحمته. ذلك هو الفوز العظيم. عبد المطلق. ذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل من السماء رزقا وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. رفيع الدرجات. فادعوا الله مخلصين له الدين وكره الكافرون. رفيع الدرجات في العرش يذكر الروح من أمره على من يشاء من عباده ينذر يوم التلاق. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم إلا الواحد القهار. بس اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم سريع ما عم تحفظ سريع إنه وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. إن الله هو السميع البصير.
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كان عاقبة الذين كانوا الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنه إذا دعي الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الظالمين إلا في ضلال قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يلقي في أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.